كما أطيل عليكم أيضا نشير إلى ما هي خصائص هذه المدرسة. آخر الحديث أيها الأحبة، خصائص هذه المدرسة التي أراها من خلال يعني مطالعة تاريخ هذه المدرسة والحركة العلمية. أولا، هذه المدرسة ظلت مستمرة، يعني لما نجي ندرس نجد أن سلاسل العلماء لم تتوقف في طيلة الفترات التاريخ العماني، حتى في فترات ضعف الدولة العمانية، وحتى في فترات كون نزوة ليست عاصمة للدولة العمانية. ليش؟ والذي الذي أراه بأن استمرار هذه المدرسة باستمرار ما يسمى بالحلقة العلمية، إذ طلبة العلم يتربون ويدرسون في حلقات منتظمة، ثم بعد ذلك الذي يتخرج من هذا يغذي وهكذا. هذه ميزة أخرجت هذه المدرسة أيضا جملة من الأعلام والعلماء والقضاة الذين كان لهم دورهم في التاريخ العماني، شاركوا مشاركة فاعلة على مستوى الإدارة السياسية أو جانب الحركة العلمية أو من كانوا قضاة، إذن قاموا بأدوار متعددة. وهؤلاء طبعا ماذا كان لهم دورهم وأثرهم. أيضا تميز رجال هذه المدرسة برحابة الصدر وبسعة الأفق والفكر. قد يقول أحد بأنك تمدح يعني، لكن الحقيقة ما هذا أقوله من استقرائي الواقع سواء كان في العصر الحديث أو في القديم، وسأضرب مثالا يدل على ذلك. في القديم كانت كل القضايا التي تحصل فيها أمور شائكة يؤتى بها للفصل في نزوة، ليس بدور الدولة، أيضا العلماء الذين كانوا يوجدون هناك. فمثلا حينما وقع الخلاف في مسألة خلق القرآن بين محمد بن محبوب ومحمد بن هاشم، قال محمد بن هاشم أنا سأخرج من عمان، قال محمد بن محبوب لا، بل قال بل أنا الغريب سأخرج من عمان، أنا لست من أهل عمان. وقع بعد ذلك اجتماعا لفصل في هذه المسألة، أحد هذه الاجتماعين الرئيسيين كان في نزوة، وكان لأبي زياد العلامة أبي زياد الوضاح بن عقبة دور في رأب الصدع بينهم، وخرجوا على رأي أن القرآن كلام الله وما سوى الله مخلوق، وهذا مخرج جيد. إذا نسكت عن القضية، لكن نحن نرى أن مثل هذا الأسلوب هو أسلوب يجمع المختلفين حتى على مستوى الخلاف الفرق. معلوم أن هذه القضية من القضايا الشائكة التي وقع فيها الخلاف الفرق، إذن وكالة توجد مشكلة وصدعا عند العلماء العمانيين. إذن كان لهم دور في هذا، وقيل بأن الشيخ الوضاح بن عقبة العقري كان له دور هام في حل هذه المشكلة في أيام الإمام المهنة ابن جيفر رحمة الله عليهم جميعا. إذن هذه ميزة أيضا لهذه المدرسة. أيضا هناك وجدنا إحنا لما نجينا قد ذكر نزوة في الكتب الفقهية، أحيانا يقول لك هذا كما يقول يذكرون من نزوة دخلت حتى مصطلحات من هذه المدينة ومن هذه المدرسة إيش من هذه المدينة في الكتب الفقهية، ورت لهم آراء في السابق. أيوة الإخوة، حينما بدايات تكوين مدرسة ما يسمى نزوة، وحتى حينما يقال في الأثر هذا قول أهل نزوة، كان هناك مدرسة في إزكي كان رأسها الشيخ موسى بن أبي جابر الإزكوي، وبعده الشيخ موسى بن علي العزري وهكذا. وكان هناك مدرسة في سمائل يتصدرها الشيخ هاشم بن غيلان رأسها ثم محمد بن هاشم، ومدرسة في صحار وفيها يتصدر اللي هو أول الأمر محبوب ثم محمد بن محبوب ثم أبناء محمد بن محبوب، وفيها ظهر وبرز أيضا أبو مالك
غسان بن الخضر اللي هو أستاذ الشيخ ابن بركة، إن كان وكان يقال يتقلب أحيانا بين بهلة وما بين صحار. إذن كانت مدارس، هناك كانت تنشئ بعض الأقوال الفقهية مذكورة في كتب وفي الأثر الفقهي، يقول لك هذا وهذا قول أهل نزوى. منها على سبيل المثال مسألة النية، يقول الشيخ السالمي رحمه الله: وأهل نزوى عندهم بالقلب وهو الذي مال إليه قلبي، يعني الرأي بأن النية بالقلب. ومنها ذكر الشيخ عامر بن خميس المالكي في بعض كتبه أن بيع الماء، أن بيع الأرض في نزوى الماء يكون على وفق أهل نزوى وعرف أهل نزوى وفقهاء نزوى، أن الماء تبع للأرض، أن الماء ماذا؟ تبع للأرض. ومنها مسألة الاستعاذة بعد الإحرام، طبعا قلنا الأصل إحنا نستعيذ الآن بعد الإحرام، نقول هذه مسألة كانت سابقا، واضح؟ إذن هذه قد يكون هناك مسائل أخرى مخالفة لهذه من نماذج ماذا؟ المسائل الفقهية وغير ذلك من المسائل الفقهية.